ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم كويسين. وهلا بالصيف وبروايح الصيف وبلبس الصيف وكل حاجة في الصيف بصراحة يعني. وبصراحة انا لو معايا قلة هحدفها على فصل الشتاء. فيديو جديد، وفيديو النهاردة هكلمكم عن 10 منتجات بجد تحفة وتستحق التجربة، ومن افضل 10 منتجات سواء للبشرة والجسم، او انا حاولت اخليه لكم كده افضل 10 منتجات من كل حاجة. فحط لايك للفيديو ده ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. اول حاجة هبدأ بيها الفيديو هو القمر ده. بصوا يا جماعة، انا جربته من ساعة لما جبته مرتين بس مش اكتر من كده، بس حقيقي حسسني ان انا مكنتش بستخدم اي حاجة لشعري، لدرجة ان هو خلاني استخدمه على شعر جوفي. بالمناسبة هسيب لكم لينك الانستجرام بتاع جوفي هنا وتحت في الديسكريبشن بوكس، روحوا جماعة اعملوا فولو، هتلاقونا بنقتل في بعض هناك بنصور وحركات ويوميات وحاجات جميلة جدا جدا في الانستجرام بتاعه. وبالمناسبة اوعوا تنزل الانستجرام بتاعي، هسيب لكم صورته هنا وكمان لينكه تحت في الديسكريبشن بوكس. روحوا اعملوا فولو وشوفوا بقى الستوريز والحركات اللي احنا بنعملها بقى، وهتلاقوا بقى في الصيف بقى خروجات وحركات، فيعني شهية سمنة يا جماعة. تمام، ف حلو قوي. استخدمته الاول على شعري، استخدمته بطريقتين. اول طريقه انا استخدمته ك زي ما هو مكتوب، غسلت شعري وعملته كحمام كريم او بلسم بعد الشعر. تمام، وانا بحطه على شعري، يعني انا حطيته من اول هنا تمام لحد الاطراف خالص. اوكي، طيب لقيت كده بيزحلق، يعني مش زي اي حمام كريم، لا انا حسيت ان ده في حاجه كده ملمس مختلف تماما. فقلت خلاص تمام، هو بس عشان اول مره فيعني عامل بس الافكت دوت معايا. طيب استخدمته برضو بطريقة تانية، ان انا حطيته كدهان للشعر، ان هو يعمل كيرلز كده للشعر. يعني بعد ما خلصت الشاور بتاعي حطيته برضو على الاطراف كده الشعر وسبته. حقيقة بنات في الحالتين، يعني في الحالتين تحفة جدا جدا جدا. استخدمته لشعر جوفي لان هو شعره كيرلي قوي، ف بنصحك تجربيه جدا جدا. وهو امن على فكره على الاطفال، عشان بس لو مقلقه شويه، هو اصلا مكتوب عليه كده ومكتوب في على البيدج بتاعت الشركه او بتاعت الصفحه بتاعتهم. تمام، وسعره مش رخيص خالص، كنت جايباه معاكم في فيديو المشتريات اللي فات. فالتحفه جدا جدا، ده اسمه بلس ليف ان كريم، بيتحط بطريقتين زي ما قلت، يا اما بعد الشاور كدهان، او انت جوه الشاور كبلسم او حمام كريم. في الطريقتين عجبني جدا جدا، واللي هو انت كنت تايه عني فين قبل كده، انا هروح اجيب المجموعه بتاعتك كلها، الشامبو والكونديشنر والحمام كل حاجه بتاعتك. فبنصحك تجيبيه، وكمان سعره رخيص جدا وحجمه 200 مللي، فده اول منتج وهمني وحبيته، واللي هو بقى ايه حبيبي كده. تمام، تاني بقى حاجه هكلمكم عنها هو مزيل العرق دوت من دوف، دوت بريحة الرمان اللي فيه ربع كريم مرطب، ريحته حلوة وريحته سويتي وريحته حلوة قوي، بيمنع خالص ظهور ريحة عرق تماما. ونقف بقى عند الحتة دي، لان احنا محتاجين جدا في الصيف يا بنات، خاصة ان احنا نستخدم حاجة زي كده يعني تحمينا تماما من ريحة العرق، لان بجد في الصيف بتبقى مهزلة السنين. يعني الموضوع بيبقى متدارس شوية في الشتاء، بس في الصيف لأ، لازم تستخدمي حاجة تكون قوية، وخصوصا لو انت عارفة نفسك يعني طبيعة جسمك بتغير مثلا الريحة او بتفرز عرق كتير، فانت حاولي تحكمي في الموضوع دوت بالديودرنت. فانا بنصحك جدا بالديودرنت دوت من دوف، بأي بقى ريحة انت بتفضليها. في بنات كتيرة لما اتكلمت عنه نصحتني بيه الريحة اللي هي بالجوز الهند، فبصراحة ناوية ان انا اجربها، فحلوة قوي 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 وبنصحك بيه، ريحته جميلة، ريحته سويتي. لو انت بتقلقي ممكن تحطي مثلا زيت جوز هند اندر ارم، ولما يتشرب البسي هدومك وفوق الهدوم تحطي ده، فاهمة؟ كيديكي كده ريحة او ريفريش لو انت مقلقة تحطيه على جسمك مباشرة. بس هو تحفة جدا، انا مشوفتش منه اي حاجة خالص، سعره كمان مناسب جدا 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 كمان. فانا بنصحك تجربيه اهو دوت. تاني منتج معايا، تالت حاجة هكلمكم عنها وهو الشاور دوت من فار. انا حبيته قوي قوي الشاور دوت من باي من فار، يمكن اكتر كمان من بتاع جونسون. حلو، وبحسه كده بينظف الجسم كويس من غير ما ينشفه، من غير ما يعمل اي حاجة او يحسس حتى الجلد، وريحته كمان لطيفة جدا. ف ريحته حلوه قوي على فكره. بس بنات الشاور جيل اللي هما بيبقوا زي كده، اللي هما بيبقوا في الاسواق، مش بيثبتوا
او ريحتهم مش بتدوم يعني، اللي هو ايه قشطه، شاور بينظف الجسم وبس مش اكتر من كده. فهو حلو قوي قوي قوي، وانا بنصحك تجربيه. دوت حجمه 250 مللي، 250 مللي، وهو شاور كريم مش شاور جل، يعني بيرطب كمان الجسم. فانا بجد من احسن الحاجات اللي عجبتني وحبيتها جدا هو الشاور جل دوت او الشاور كريم دوت من فاو. كان سعره 27 جنيه، بس انت هتلاقيه ارخص من ما انا جبته، لان في يعني في اماكن بتبيعه ب 20 15 18 22 25 حاجه كده في الرينج ده. فانا بنصحك تجربيه، وسعره حلو وحجمه كمان حلو. تاني منتج معايا وهو عجبني جدا جدا جدا، وانا كلمتكم عنه كتير طول الفتره اللي فاتت، وهو الكير فري دوت، الغسول بتاع كير فري اللي هو بالشاي الاخضر والصبار، او حتى بالقطن، ملمس القطن تقريبا او حاجه كده. تمام، عظمه 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 بجد، بنصحك جدا تجربيه. حجمه كبير جدا، تمام، حجمه 250 تقريبا او 200 مللي. دوت المفروض ان هو استخدام يومي، بيعادل البي اتش بتاع المكان، مش بيغير يعني حمضيه المكان دوت، يعني ما ينفعش تتغير عشان البكتيريا النافعه زي ما قلنا قبل كده. فحلو قوي، بينظف المكان حلو وبيسيب له كده ريحه ناعمه خالص خالص. هو ريحته اصلا ريحته كده مش عارفه باكل الحاجه، ريحته كده مسكره بس خفيفه تماما، عشان انت لو بتحسسي من الروائح. فانا بنصحك جدا تستخدميه، بس مش بنصح ان هو استخدام يومي، واتكلمت في الموضوع دوت قبل كده. كل ما تحسي ان انت محتاجه تعملي ريفرش للاندر للبيكيني اريا استخدميه. وبالمناسبه على فكره الغسولات ديت تنفع للاندر ارم والبيكيني اريا، وانا بستخدمهم دايما كده، فحلوين جدا جدا جدا، او هو حلو قوي قوي. واللاين الجديد دوت بتاعهم حلو، كنت جربت كمان الوايبس بتاعهم، هكلمكم عنها بقى في فيديو تاني لو حابين. طبعا بعد كده من المنتجات التحفة اللي انا جربتها، وده المنتج رقم كام؟ ده المنتج رقم 5، تمام، هو السكراب دوت من ناتشرال باونتي فينوس. تحفة يا بني، تحفة تحفة دوت، بريحة خشب الصندل. بصوا انا واكلاه ازاي، اهو كده باين تقريبا، بصوا حلو جدا جدا جدا، حجمه كبير جدا، اكتر من نص كيلو سكراب، ناعم جدا على البشرة، البشرة بتتحسس منه، ريحته كمان بتثبت في الجسم. هو مكتوب ان هو ينفع للبشرة وللجسم، بس انا منصحش ان يعني بيبقى ريحة بالمنظر ده وتتحط على البشرة، لان احتمال كبير تحسس البشرة. فانا عامة ما استخدمتوش ولا مرة لبشرتي، عشان مش هفتي حاجة انا ما جربتهاش للامانة، بس للجسم انا بنصحك جدا 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 بالسكراب دوت، حلو قوي قوي قوي. كان بيعمل لي سكراب حلو، غير ان ريحته بتثبت في الجسم، وهو قوامه جل كده. بصوا اوبس، بصوا قوامه كده جل، وما بستغناش عنه على طول، وحجم كمان بتاعه كبير جدا، فبصراحة من افضل المنتجات عندي. المنتج رقم 6 وهو التونر دوت من ايه، عظمة برضو، حلو جدا، بينظف البشرة لو انت هتحطيه على قطنة وتمسحي كده بشرتك، حتى لو غسلها اللي هو ايه، تحس ان هو بيطلع لسه حاجات، اللي انت كنت فين يا عم الحاج، الحاجات دي كلها موجودة في بشرتي اصلا. بيرطب البشرة كويس، بيضيق سيكا المسام، فهو حلو قوي 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 قوي، وحجمه كبير وسعره كمان حلو جدا. فبجد من احسن الحاجات اللي انت ممكن تستخدميها، وخصوصا في فصل الصيف، وخصوصا لو انت بشرتك كل انواع البشره اصلا، يعني مش بشره معينه، بس لو بشره دهنيه هتضيق سيكا المسام، فمنتج دوت قمر 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 كمان. فانا بنصحك تجربيه. الحاجه بقى اللي بعد كده هو حبيبي وحبيب الشعب وحبيب الملايين وحبيب كل حد يعرفه، يعني مفيش حد جربه وقال ما قاليش يا كوكي انا جبته وطلع وحش، ما عدتش كده عليا، تمام. هو المست دوت من بريف، هو اسمه كده يا بنات عشان انا اتسالت عليه كتير اهوت، وكنت حاطاها لكم على الانستجرام، صورت لكم ستوري على الانستجرام بيه، عشان اللي عايزه تاخده سكرين شوت او تشوفه او تشوف سعره او تشوف
حلو قوي 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 قوي، وبيثبت جدا، وريحته ناعمه، ريحته ناعمه وسويتي في نفس الوقت. فانت لو مش بتحبي الروائح القويه قوي او الجامده قوي، خصوصا احنا هنبقى في فصل الصيف او بقينا في فصل الصيف، فانا برشح لك المست دوت، انه ثابت جدا ويعتبر على سعره، على الافكت بتاعه وثباته وريحته، ان هو رخيص اصلا، هو بسعره 75 جنيه. فبصراحه من مفضلاته دي، تاني عبوه ان انا اشتريها منه. الحاجة اللي بعد كده بقى برضو للجسم هو الباودر دي من انشانتر، حلوة جدا بقى، وخصوصا بقى تستخدميها كتير في فصل الصيف بقى، اللي هو ايه، الرطوبة هتاكلها لك بمعنى اصح. فحلوة قوي، بتدي كده ملمس ناعم جدا على الجلد. بصوا، مش عايزة اغرق الدنيا، بس بصوا بقى، بتدي للجسم اللي هو ايه، ملمس ناعم خالص. وريحتها بقى تحفه جدا. دي بقى يعني لو انتي مليانه او بترضعي حتى، بنصحك جدا تجربي او تحطيها تحت الصدر شويه علشان تمنع العرق في المكان ده، وخصوصا الصيف والحر، فبيعملوا ريحه مش الطف حاجه في المكان دوت. فتحفه جدا جدا ما بين رجليكي، فمش بستغنى عنها حرفيا. واللي احلى منها كمان يا بنات على فكره، بتاعت اوريفلام، تحفه 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 كمان، احسن منها بكتير. بس ستيل دي حلوه جدا جدا، ومن افضل المنتجات بالنسبه لي، وحجمها كبير ورخيصه وحجمها موفر يعني بالنسبه لي. تمام، برضو من الحاجات اللي انا مش بستغنى عنها، احنا كده رقم 8، الحاجه دي رقم 9، هي زبده الشيا، شعر، بشره، جسم. لو انت بقى عندك قشور او حركات او جسمك جاف جدا، فهي من الحاجات اللي مش بستغنى حرفيا عنها. بعمل بيها دايما ماسك للشعر من اي بقى براند، المهم تتاكدي ان هي طبيعيه، فمن الحاجات اللي انا مش بستغنى عنها تماما. حلوه جدا 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 وبحبها، وما بقدرش استغنى عن زبده الشيا في روتيني عامه، سواء للبشره او بالشعر او حتى للاماكن الغامقه اللي في الجسم او الناشفه اللي في الجسم. اخر حاجه بقى في الصيف بحبها، او من مفضلاتي، او اكتر 10 منتجات، او من هي من اكتر 10 منتجات بحبهم، هي الليب بالم بتاعت اتشاو. فظيعه فظيعه يا بنات، فظيعه تحفه، من احلى الليب بالم اللي انت ممكن تجربيها. وانا هجهز لكم فيديو بتاع افضل الليب بالم اللي انا جربتهم وتجربتي معاهم كلهم، حلو قوي. بصوا بس هي مجهده شويه، هي بنتي اول لما جبتها راحت واكله لها حته كده منها، تمام. فبصوا دي بقى ريحتها كاندي جدا جدا جدا، بنصحك جدا تجربيها. دي بتاعت اتشاو، وهي اصلا اسمها كاندي، درجتها 5، هي حلوه قوي قوي قوي، ودي كانت من افضل 10 منتجات انا جربتهم، او من افضل 10 منتجات تستحقوا التجربه. بس كده يا بنوتات، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تدوسي لايك، وتكتبي لي تحت كومنت حلو زيك، بفرح جدا بكل الكومنت بتاعتكم. تعملوا شير كتير للفيديوز عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر واكتر، وتشوفكم في فيديو تاني. بحبكم جدا قوي خالص، باي باي.